واستقبلنا تاني ضيوفنا لليوم. ودائما الاطفال لهم الحصه الاكبر من صباح. تماما يعني يا رشا، والموضوع اليوم رح نحكي المشاكل عند الابوين دائما بتسبب مشاكل نفسيه وصحيه عند الاطفال، وكثير من المشاكل السلبيه اللي بيتعرض لها الاطفال بسبب مشكلات الابوين ممكن الخوف وفقدان الثقه بالوالدين، وايضا ممكن يزعزع الطفل شعوره بالامان، هذا الامان اللي هو لازم يعيشه بالمنزل، ممكن هاي المشكلات تاثر فيه وتستمر معه لحتى يكبر، وايضا ممكن يتعرض لمشكلات اللي هي الاشياء، مشكلات النطق رشا اليوم. اكيد اليوم نحن بنقلها بالعاميه التأتأة. هلا نحن وضمن الظروف اي حدا بيعصب فينا بنروح لموضوع التأتأة، بنحس كنا عم نحكي انه فاتت الاحرف ببعضها، ولكن اليوم عم نحكي عن قصه نفسيه ممكن هذا الطفل يخلقه عنده هاي القصه، وممكن تكون مكتسبه. الصدمات، الازمات النفسيه، مشاهد العنف، الكوارث اللي مرقت اثرت بشكل كثير كبير على هذا الطفل، واكثر شيء التعنيف يعني اثر عليه وراح لموضوع التأتأة. اليوم رح نفرض هي المساحه لنحكي نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الطفل، هل اليوم في علاج نهائي لهي الحاله؟ معلومات كثير مهمه حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الاستاذه يارا احمد، اخصائيه تربيه في علم الاطفال. كيفك؟ صباح الخير. اهلا يا هلا، صباح النور، كيف يسعد صباحك، واهلا وسهلا فيك. مثل ما كنا عم نحكي دائما المشكلات بين الابوين بتاثر على مراحل حياه الاطفال بكل شيء، لكن الاشياء هي التأتأة او التلعثم، خلينا نعرفها شو هي وشو انواعها. تمام. هلا التأتأة او التلعثم او اللجلجه نحن كمان بهذا المصطلح، هو عباره عن اضطراب بالطلاقه الكلاميه. نحن في عنا انواع للاضطرابات، يعني في عنا تحت مسمى اضطرابات التخاطب. اضطرابات التخاطب تقسم لاربع انواع، هي اضطرابات اللغه، اضطرابات الكلام، اضطرابات الصوت، واضطرابات النطق. التأتأة او التلعثم هو اضطراب بالطلاقه الكلاميه. هلا التلعثم خلينا نقول شو عكسه. عكسه هو اضطراب انه مثلا الشخص اللي بيكون عنده طلاقه كلاميه، انا هلا عم بحكي معكم فانا عم بحكي عندي طلاقه كلاميه، عندي ذخيره لغويه، لكن التلعثم والتأتأة هو هون بيحدث عند الشخص وقفات اثناء الكلام، او بصير عند الشخص اطاله بالكلام، او اعاده او تكرار الاصوات بالكلام، او تكرار الكلمات اثناء الكلام. فهذا الشيء بيظهر طبعا عند الاطفال وبيظهر عند البالغين. نحن ما بدنا نخصص هون بس الاطفال، نحن بنخصص الاطفال ومنخصص البالغين، لأنه ممكن الأشخاص الكبار ينصابوا بهذا الاضطراب. هون عم نقول كمان إن بالمقدمة إنه ممكن يكون مكتسب بسبب الظروف. خلينا نروح للأسباب، إن كان بمرحلة الطفولة المبكرة أو كانت مكتسبة. هلا نحن دائما نركز على مرحلة الطفولة المبكرة، هي المرحلة الأساسية بتنشئة الطفل، هي من وقت الولادة تقريبا لعمر الأربع خمس سنوات. هون الطفل كل شيء مشاكل، أنت انتبهي إنه كل المشاكل ممكن تظهر عند الطفل دائما بيكون في ثغرة صاير بهي المرحلة. فالطفل بهي المرحلة هو بيكون تنشئته اللغوية، تنشئة النمائية، تنشئة الأكاديمية، فهون نحن عنا بيصير في ثغرة عند هذا الطفل. طبعا هذا الشيء ممكن يصير نتيجة مثلا عنف أسري، نتيجة تعرض الطفل لصدمة نفسية، نتيجة تعرض الطفل طبعا هون إذا بدنا نحكي على الأسباب النفسية، خلينا نروح للأسباب النفسية ممكن يتعرض للطفل، إن كانت تعنيف، إن كانت إيذاء جسدي، إن كانت خلاف أسري. ممكن طبعا هذا الشيء كمان يصير بسبب أذية عضوية، يعني مو بس نفسية، ممكن يكون عضوي نتيجة مثلا إصابة الأشخاص مثلا بجلطة دماغية، فهون بيرجع هذا الشخص بيأثر على النطق عند هذا الطفل. طبعا ممكن التأتأة تظهر عند الأطفال بصورة طبيعية، يعني احنا مو دائما بنقول إذا الطفل تأتأ هذا الشيء ما هو طبيعي، لا، هذا الشيء طبيعي ممكن يظهر عند الطفل، بخلينا نقول بمرحلة التطور اللغوي عند الطفل، لأنه الطفل هون ببلش يكون ذخيرته اللغوية، بصير بيفكر بالكلام قبل ما يقوله، فهون بصير ممكن تظهر التأتأة بشكل طبيعي بعمر من وقت الولاده تقريبا لعمر الخمس سنوات. لكن بعد ما بتتطور هي المشكله، يعني بعد الخمس سنوات، لا، هون نحن بنعتبر انه التأتأة صارت مشكله. طبعا نحن في عندنا مو اي شخص مثل ما قلنا بتأتأ هو صار، نحن هون بتدخل فورا كاخصائيين بهذا المجال. نحن هون ممكن تظهر عندنا يعني في علامات، نحن بنقول علامات تحذيريه، خلينا نقولها مثل اذا استمرت التأتأة اكثر من 6 شهور، يعني اذا نحن التأتأة استمرت اكثر من 6 شهور نحن هون لازم نتدخل، او اذا اصطحبت بحركات لا اراديه. يعني نحن مثلا شوفوا الاشخاص اللي بتأتوا او راقبوهم بتلاقوا انه عندهم حركات لا اراديه، مثل مثلا رشفه العين، شد الشفايف، انكماش اليدين، تشنج بهي المنطقه، منطقه الرقبه، التعرق الشديد، احمرار الوجنتين. فنحن هون بتظهر بس نشوف هاي العلامات زادت عنده الشخص واثرت على حياته بشكل كامل، على شخصيته، على حياته، نحن هون فورا لازم نتدخل كاخصائيين. بس العلامات التحذيريه اول شيء انه هاي التأتأة او التلعثم تستمر اكثر من 6 شهور،
بيصاحبها اضطرابات بالنطق، يصاحبها اضطرابات نمائيه، يصاحبها مثلا اعاقات عقليه، هذا الشخص يصير عنده حركات لا اراديه اثرت على شخصيته. فنحن هون لا، هي العلامات التحذيريه بتدلنا انه هي التأتأة بدها تستمر عند هذا الشخص، ولازم نحن نتدخل هون بشكل مباشر. تماما. طب خلينا نحكي اليوم عن الدور الاهم واللي هو دور الاهل، يعني ويمكن هو المسبب احيانا بيكون. خلينا نحكي وقت اللي بيكون في مشاكل فعلا وهون الطفل وصل لهي المرحله، الاهل اكتشفوا يمكن انه هي المشكلات هي اللي سببت له، بعيدا عن المشاكل الدماغيه اللي ذكرتيها حضرتك اللي ممكن لها علاج اخر، كيف ممكن هون الاهل يتعاملوا ويبعدوا هذا الطفل عن المشكلات لحتى يرجع طبيعي او يرجع نطقه طبيعي؟ هلا شوفي، هلا نحن في عنا مرحلتين، خليني اول شيء ركز هون، في عنا مرحلتين، مرحلة أصغر من 6 سنوات وفي عنا أكبر من 6 سنوات. نحن وقت اللي عم نحكي على التدخل، وقت اللي نتدخل نحن كأخصائيين، أول شيء هون نحن بنعطي إرشادات للأهل، يعني نحن معظم شغلنا هون لازم يكون عبارة عن علاجات أو دورات توعوية أو جلسات توعوية للأهالي لحتى يقدروا يتعاملوا مع أطفالهم. هلا مثلا نحن إذا تعرض الأهل لمشكلة أو في صار عندهم تعنيف، نحن هون بدنا نحل جذر المشكلة، بدنا نحل السبب اللي صار عند الطفل اللي أثرت على صار عنده التأتأة أو التلعثم. فأول شغلة إنه مثلا نحن إذا بدنا نجي للعلاج للأهل، فنحن لازم نقول له أول شغلة إنه نعطيهم مثلا مثل إرشادات، إنه أول شغلة يتواصلوا مع الطفل بصريا وقت الطفل بيحكي، ما يحاول يوقف الطفل هو عم يحكي. يعني مثلا الطفل وقت اللي بيكون هو عم يتأتأ ويتلعثم، فأنتوا إذا بتسألوه شو عم تفكر، فهو دائما بيفكر إنه هذا الشخص رح يتنمر علي، هذا الشخص عم ينطرني لحتى أوقف، يعني عفوا عم ينطرني لحتى أخلص، رح يعصب مني، رح يتضايق، حيقلدني أو شيء. فأنا هون الطفل لازم أنا أعطي مثلا تحذيرات للأهل إنه لا، أنت ما تخليه يستعجل هو عم يحكي، أعطيه وقته، قولي له على مهلك مثلا انه اتواصل معه بصريا، ما كثير وقفه وهو عم يحكي، ما اضحك عليه، ما استهزا، ما اهتم بطريقه حكيه، مثلا اهتم بمحتوى اللي هو عم يحكي فيه. مثلا اذا كان موجود مثلا ضمن عالم او بنعرف انه هو بيتأتأ وبيتلعثم، ما ضروري انا مثلا اجي احط الطفل بمواقف محرجه، او ما ضروري اني مثلا اضغط على الطفل. التأتأة بتشوفوه انه هي مو دائما ظاهره بصوره، يعني بصوره كامله، يعني انتم ممكن تلاقوا انه هي بتظهر بفترات كثير وفترات ثانيه لا. يعني مثلا نحن الاطفال اذا لاحظتوا انه مثلا مثلا وقت اللي بيغنوا او وقت اللي بيقراوا، تمام، وحدا بيقرا معهم، فالتأتأة ما بتظهر، لانه نحن هون التأتأة بتظهر، يعني هون الجزء المختص بالكلام بالدماغ هون بتكون فيه المشكله. اما مثلا الجزء المختص بالتلحين والانشاد، فانا هون ما في مشكله، ما انا متاثر ابدا. فنحن حتى تركيب الجمل قصدك او ايجاد الكلمات المناسبه؟ لا لا لا، هلا شوفي اثناء الحديث الجزء المسؤول عن الكلام، ايه هون مثلا مسؤول عن تراتبيه الكلام، مسؤول عن ايجاد الكلمات المناسبه، معاني الكلمات. اما مثلا الجزء المسؤول عن الانشاد والتلحين، فنحن هون ما في مشكله. حتى هلا في شركه اخترع شخص او لقى طريقه شخص انه هذا الجزء المسؤول عن الكلام بيكون متضرر عنده الشخص، فعمل مثل خدعه بسيطه انه مثلا خلينا نقول انه يضحك على الدماغ، فهو مثلا بيرجع مثلا هذا الشخص المتلعثم هو بيكون عنده مشكله انه كل العالم بتكون عم تطلع عليه وهو عم يحكي، او اذا لقيته مثلا اذا حدا عم يقرا معه فهو ما بيتأتأ ولا بيتلعثم. فهن جابوا طريقه انه عباره عن سماعه بالاذنين بتخلي هذا الشخص انه يرجع الكلام ينقله اياه، يعني بيرجع الكلام بتراتبيه معينه بنغمه معينه لحتى هذا الشخص ما ينتبه على طريقه كلامه او يصير عنده مثل صرف النظر عن كلامه. فهون بيشتغلوا على الجزء المسؤول عن التلحين والانشاد بالدماغ، فهون الشخص بتكون عن يعني بيكون عم يحكي وعم يكون عم يرجع الصوت لدماغ. تمام. فهون بيعملوا مثل خدعه بسيطه على الدماغ، فبتلاقي انه هذا الشيء خف عند الشخص المتلعثم، خف التأتأة او التلعثم. لكن هذا الشيء ما انه خلينا نقول ما انه علاج نهائي، هو علاج مساعد للاشخاص اللي هن بيعانوا من التأتأة او التلعثم. فنحن معظم الارشادات اللي نحن بنصحهم فيها الاهالي هي طريقه التعامل الصحيحه مع هذا الطفل. يعني مثلا هلا حكينا بالارشادات انه مثلا كيف يتعاملوا معه، لكن نحن وقت الشخص بيصير بعمر 6 سنوات، يعني اكبر من 6 سنوات، هون بتدخل نحن بالاضافه للارشادات اللي نحن بنتعامل فيها، بصير اصعب العلاج. بس لا لا لا، بصير الطفل قدران يفهم عليك وقدران تشتغلي معه تمارين تنفس. يعني تمارين تنفس هي بتعتمد على انه مثلا حبس النفس، بتعتمد على انه الشهيق والزفير مع الطريقه الصحيحه للشهيق والزفير، بتعتمد على تمارين الاسترخاء، بتعتمد على
كيف هو يعني مثلا ينظم طريقه حكيه. هلا نحن من التمارين اللي كثير بنعطيها للاشخاص المتلعثمين انه يحطوا الموبايل قدامهم مثلا والسرود بفكره معينه، فانت بتلاحظي طريقه تدريبهم. حتى نحن يعني في اشخاص بيعانوا من تأتأة وتلعثم، خصوصا اللي بيكونوا كثير عندهم لقاءات كثير اللي مثلا بدهم يحكوا قدام اساتذه الجامعه، فدائما بتلاقيهم عندهم تأتأة وتلعثم. طبعا هي صوره عاديه، لكن الاشخاص المتلعثمين نحن دائما بنخليهم يحطوا موبايل قدامهم ويصيروا يتدربوا على طريقه الحكي اكثر، مثلا يواجهوا حالهم اكثر، ينظموا افكارهم بشكل اكثر، بالاضافه لتمارين التنفس والاسترخاء لحتى تساعدهم على تنظيم افكارهم، حتى تساعدهم حتى وقت اللي بيتوتروا بيعصبوا هن كيف يتعاملوا بطريقه صحيحه مع هذا الموضوع. طبعا التأتأة والتلعثم ما في علاج نهائي لها، يعني اذا بدك تجي للعلاج هو ما في علاج، هي نحن بنحاول نخفف منها. لكن الشخص اذا توتر، اذا عصب، اذا بتلاقي انه هو مثلا توتر زياده عن اللزوم، فبتلاقي ظهرت هي مثلا العرض بشكل او باخر. طيب خلينا نروح لتاخر النطق او الكلام عند الاطفال. في كثير اطفال بيوصلوا لمرحله عمريه خلينا نقول 5 سنوات 6 سنوات بيكون الحكي كثير قليل او ما في نطق بالاصل، وبنروح للعلاج كان النفسي وان كان الطبي. اليوم هل ممكن نفس الاسباب تؤدي لتاخر الكلام اللي ذكرتيه حضرتك؟ هلا انه قصدك العنف العنف والتاثير الاسري الجينات. نحن هون في شغلة أساسية، أنت وقت اللي بيجي عندك الطفل لحتى تشخصي أي شيء معين لازم أنت فورا تروحي لشيء طبي. يعني هذا الطفل لحتى متأخر بعملية الكلام أو متأخر بعملية النطق لازم يكون في شيء مثلا يا سبب نفسي يا سبب طبي. سبب الطبي نحن بدنا ننفي وجود أي عارض من بأعضاء النطق أو دماغي لحتى هذا الطفل تأخر بعملية النطق. طبعا نحن مو أي طفل بنقول إنه عنده متأخر نطقيا أو متأخر بالكلام، هون لازم الطفل في تطور لغوي للطفل، لازم الطفل يسرد يعني هو يسرد قصص كامله، فنحن بنعمل اختبارات معينه لحتى نشوف مدى التاخر الموجود عند هذا الطفل. اول نقطه انه نحن لازم نعمل تشخيص وتقييم لهذا الطفل، يعني مثلا بنروح اول شيء للتشريط الطبي، مثلا وجود اكياس على الاذنين، مثلا اكياس مي على الاذنين، او الطفل ما عم يسمع بشكل كامل، او في عندنا مشكله باعضاء النطق مثل ارتفاع سقف الحلق، او مثلا اللجام، في مشكله باللسان بشكل كامل، في مشكله باعضاء النطق، اي مشكله اساسيه فنحن لازم نتاكد منها، في مشكله بالحبال الصوتيه بالحنجره، في مشكله دماغيه، يعني اذا مثلا الاطفال اذا تدني مستوى الذكاء، او اذا كان عندنا مثلا نحن اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه، اضطراب طيف توحد، الاعاقات العقليه، كل هدول المشاكل بتعمل للطفل تاخر بالكلام، فنحن بدنا ننفي اي مشكله او مشكله موجوده عند الطفل طالما اطمنا انه مثلا هون الطفل كان انه ما عنده مشاكل ان كانت دماغيه او ان كانت عضويه، فنحن هون بنحل المشكله بنروح للشيء الدواء او خلينا العلاجات او التدريبات. اما اذا كان نحن هون عندنا طفل طبيعي فهون بيكون له طريقه علاج مختلفه. طبعا نحن هون عم نحكي عن مرحلتين، اما ان كان الطفل طبيعي وان كان هون عندنا الطفل عنده مشكله من هذول المشاكل، فهون بتختلف مرحله العلاج. لكن الاسباب بترجع دائما اذا كان الطفل عضوي، يعني عضوي بيكون مثلا السبب عندنا اضطراب طيف توحد، اعاقات عقليه، تدني في مستوى الذكاء، مشكله لجام تحت اللسان، مشكله بسقف الحنك مثل في بيكون فجوه بسقف الحنك، هي كثير بتاثر على موضوع النطق، شقب الشفاه، مثلا في اعضاء النطق ما عم تتحرك بشكل سليم، بيكون عندنا مثلا كمان من المشاكل اللي ممكن تاثر انه تعرض الطفل الى ضربه على الراس، فممكن شيء خلقان مع الطفل ممكن يصير شيء مكتسب. اما اذا بنروح للسبب الشيء النفسي فانه الطفل بيكون دلال زائد، بيكون الطفل مثلا عنده مثلا تعرض لتعنيف، تعرض لبيئه غير محفزه لعمليه مثلا لعمليه النطق خلينا نقول، فهون الطفل عايش ببيئه مثلا خلينا نقول فقيرة اجتماعيا، فهاي الشيء ممكن يأثر على عملية النطق وكثير عم تسبب مشاكل كثير للطفل. طبعا هاي المشاكل مثل ما قلنا احنا بنعملها بدراسة الحالة ومرحلة جمع البيانات، هذا الشيء نحن بنجمع البيانات بشكل كامل لحتى نشوف السبب الرئيسي اللي متعرض له الطفل اللي هو مأثر على هذا الموضوع. طبعا احنا هون بنركز على كمان بنركز على مرحله الحمل، يعني الحمل انه مثلا صار عند الام الشكله، معظم الامهات هلا بخلال الازمه تعرضت لمشاكل نفسيه، تعرضت لضربات على الراس، عفوا يعني لمشاكل بعمليه الحمل، فهذا الشيء بيأثر على الجنين، وهذا الشيء كمان ممكن يسبب لنا مثلا تاخر بالنطق والكلام.
او مشاكل اثناء الولاده. كمان هذا الشيء ممكن التفاف الحبل السري على حول الجنين ممكن يعمل لهم قص اكسجه وممكن ياثر على اعضاء النطق الموجوده عند الطفل او عمليه النطق الموجوده عند الطفل، فهذا الشيء كمان ممكن يعمل لنا تاخر بعمليه الكلام. طبعا هذا الشيء نحن عم نحكي بس على الاسباب، اذا بدنا نروح للعلاج كل حاله الى شيء مختص فيها. يعني اذا كان نحن عندنا اضطراب مثلا او تاخر بالكلام هذا يشخص تحت اضطرابات اللغه، فنحن هون بدنا نشوف شو نوع المشكله اللي عندنا لحتى نحن نقدر نعالجها. اذا مثلا عندك اضطراب طيف توحد، هذا الشيء مثلا طفل ناطق او غير ناطق، هلا هون بدها تكون مثلا بدك في شيء نحن بنقول له مهارات ما قبل اللغه، يعني مثلا التواصل البصري، الاشاره، التصنيف، مثلا خلينا نقول مهارة التقليد. هي كلها بدنا ندربها للطفل لحتى نحن يخلي الطفل يبلش معنا بعملية أو بجلسات النطق والتخاطب. أما إذا كان الطفل طبيعي فنحن هو بدنا نشتغل على الدلال، بدنا نشتغل إنه على إنه كيف نحن نشتغل مع الطفل، يعني سماع الكلمة أكثر من مرة، نشتغل على الطفل على إنه مثلا نشتغل على الدافع عند الطفل. يعني إحنا لازم نخلق الدافع إنه إذا الطفل بده يشرب مي أنا مستحيل أعطي كاسة ماء لحتى يقول لي إنه بدي يشرب مي. اشتغل على التواصل مع الطفل أكثر، اشتغل على مثلا ذخيرته اللغوية، سرد القصص، التواصل بشكل كامل، مثلا وين ما كنت موجود دائما احكي معه اتواصل معه لحتى تتنمى الذخيرة اللغوية الموجودة عند الطفل. اما اذا كان مثلا طفل عنده صعوبات تعلم او مشاكل اخرى فانا لازم هون شوف. طبعا احنا هاد في اختبارات بتنعمل لتاخر اللغه، فانا بشوف مدى التاخر الموجود عند الطفل، بحط خطط علاجيه لحتى بتعالج هاي المشكله الموجوده عند الطفل. لكن اللي بيهمني انا بهي الشيء بيهمني انه انا السبب لحتى احط العلاج. تمام. يعني انا كل حاله انا شيء مختص فيها انا لازم هون احط الشيء المناسب لها. تماما يا ربي. هيك ختام حلقة فقرتنا على اليوم، يعني بدنا نتشكرك ونتشكر على المعلومات اللي قدمتيها، وان شاء الله هيك دائما الاطفال بيكونوا بخير وسلامه وينتبهوا لهم الاهالي، وخصوصا بالمراحل اللي بيكون فيها مشكلات يتذكروا دائما انه الاطفال هنن الضحيه دائما. شكرا لك يا رب، بدي ارجع عيدك ميلاد مجيد، وان شاء الله هيك سنه جديده على الجميع تكون خير علينا يا رب. خير علينا وعليكم يا رب.